بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. إخواني أخواتي، عدت لكم فيديو جديد لتجربة انبوكسيون بعد معلومات السماعات اللاسلكية Galaxy Buds Lite. أول شيء يلفت انتباهك في هذه السماعة هو شكلها الأحدث. تصميم السماعة Galaxy Buds Live لافت للنظر، يكون بارزا ومتميزا حتى داخل أذنك، مما يعكس منحنيات الأذن والوجه للحصول على مظهر طبيعي. وتتميز بلمسة نهائية لامعة، وتأتي في حافظة متميزة مستوحاة من صندوق المجوهرات لتكون ملائمة ليدك أثناء التنقل. كل صوت يخرج من السماعة يساعد على الانتعاش. يتكامل صوت السماعات مقاس 12 ملم المزودة بتقنية AKG مع التصميم المريح للسماعة Galaxy Buds Live لإخراج صوت واسع، بينما يساعد لاقط الصوت الكبير وقناة الجهير أو The Bass Sound Channel على إصدار جهير أو بيز عميق مع تدفق الهواء الذي يتيح تدفق الصوت بسلاسة. أما عن صوت المكالمات فهو أكثر وضوحا ونقاء بفضل 3 ميكروفونات مدمجة ووحدة ثقة الصوت. استمتع بأفضل جودة اتصال Voice Backup Unit لسماعات الأذن اللاسلكية. ميزة إلغاء الضوضاء ANC للنوع المفتوح هي الأولى في سماعات Galaxy اللاسلكية وتمنع الضوضاء، وتجعلك تطلق العنان لنفسك داخل عالمك الخاص. تعمل هذه الميزة على تقليل الضوضاء الخلفية دون فقدان ما هو مهم مثل الأصوات، حتى تسمع المزيد عما تريد الاستماع إليه، كل ذلك بضغطة طويلة فقط لتشغيلها. لكن للأمانة هذه الميزة لن تشعر بفاعليتها إلا إذا كنت في البيت أو في الأماكن المنخفضة في الضوضاء. بصراحة هذه الميزة لا يعتمد عليها نظرا لتصميم Galaxy Buds Live المفتوح. سهولة التوصيل بجهاز Galaxy. يمكنك توصيل سماعة Galaxy Buds Live بسهولة بأجهزة سامسونج الأخرى من خلال حساب سامسونج. عند التوصيل لأول مرة سيظهر هاتفك رسالة منبثقة تتيح لك الإقرار بسرعة. تعمل سماعات Galaxy Buds Live مع أجهزة أندرويد وأجهزة iOS، وقم بإقران أجهزتك الذكية عبر خاصية البلوتوث. سماعات تستمر لساعات ثم تظل مستمرة لإعادة الكرة. بفضل بطارية سماعة Galaxy Buds Live طويلة الأمد ستظل تستمتع بكل ما تحب خلال العمل والترفيه. تستمر حتى 6 ساعات للاستماع بدون توقف، وتستمر حقيبة شحن طويلة الأمد حتى 21 ساعة. اشحن السماعة لبضع دقائق حتى تعود إلى التشغيل. إن الشحن لمدة 5 دقائق تكفي للتشغيل لمدة ساعة، فيمكنك حتى استخدام طاقة هاتفك الذكي لشحن السماعة Galaxy Buds Live أثناء التنقل. إيجابيات Galaxy Buds Live: أولا، تصميم إبداعي مميز جميل وخفيف، ثابتة جدا بالأذن، بطارية ممتازة، جودة صوت لا بأس به، خيار ممتاز جدا لمن لا يحب السماعات دون مدخل بلاستيكي. أما عن سلبيات سماعات Galaxy Buds Live فأنا لا أجد في هذه السماعة سوى سلبية واحدة، وهي خاصية عزل الضجيج غير مفيدة مع التصميم المفتوح. في الأخير، سماعات Galaxy Buds Live صممت هذه السماعة لتناسبك في كل اللحظات. تتميز بشكل مبدع وتصميم مريح وملائمة تسمح بدخول محيطك الطبيعي ومكبر صوت محسن للحصول على تجربة أفضل. هذه السماعة صممت من أجل راحة أذني. كان هذا كل شيء على سماعة Galaxy Buds Live. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على الزر لايك والجرس ليصلك كل جديد، وإلى لقاء آخر.